نشكر حضوركم ونشكر الأهالي المشاركين معنا في برنامج ما بعد الدوام وبرامج هتاف وإتجار والمرشدات. نشكر المدارس وقسم التربية والتعليم على التعاون معنا. أهلا وسهلا فيكم ونتمنى تقضوا معنا وقت ممتع. إحنا اليوم داعينكم بمناسبة مرور سنة على انتهاء برامجنا البرامج الإرشاد البيتي وبرنامج ما بعد الدوام، وحابين نرفهكم هيك شوي انتوا وامياتكم، بما انه عيد الام قارب، يعني صار قريب بصادف بنفس الفتره، فكرنا هيك نعمل حفله اللي نبسطكم مع بعض الاميات والاطفال، وطبعا الاباء الموجودين، يعني نفس الشيء بنقول لهم كل عام وانتم بخير للجميع، للامهات للاباء لجميع الحضور، اهلا وسهلا فيكم. فبتوجه لكل امهات العالم وبقول لهم كل عام وهن بألف خير. مدراء المدارس، الإخوة، الحضور، الأخت يسرى سليمان، أطفالنا، المربيين، المربيات، يعطيكم العافية. بالأول بدي أزفلكوا بشرة صارة عشان الأخت يسرى تنفسها. بكرة إن شاء الله رح تشوفوا في الصحف انه رح تطلع مناقصة بمبلغ 5 مليون شيكل لإقامة مركز لجيل الطفولة مساحة 700 متر. واذا بكن تسألوا وين هاي البناية رح تكون، رح تكون شرق الكنيسة لإخوتنا المسيحية في الحي الشمالي من هاي المدينة. فان شاء الله بكرة رح تشوفوا هاي المناقصة عبر الجرائد، وهذا اقل واجب. مبسوطة أختي يسرى؟ الحمد لله. لمن حكيت على هذا الحضور المميز لأنه أطفالنا هن كل إشي لإلنا. إذا بنحكي عن دور المرشدين والمربيين والمربيات، هاي فرصة أشكر كل الأخوات المرشدات اللي بيقوموا في عمل جبار، إن كان من خلال الزيارات البيتية أو ما بعد الدوام. وهذا أجر علشان يقوي العلاقة بين الأم والطفل. مش سر إنه في ناس وقلائل جدا اللي ما فيش هذيك العلاقة بين الأم وبين الطفل، ففي هاي الزيارات البيتية منقوي العلاقة ومنخلي الأم تتعرف على نقاط الضعف عند ابنها. ومنقول شكر خاص للمرشدين والمربيات والمربيين ومدراء المدارس. في النهاية كله بصب لمصلحة اطفالنا وبعود بالفائدة على اهل بلدنا. شكرا لكم كلياتكم مدراء المدارس، كنت بتمنى يكونوا كل المدراء لانه إلن القصد الاكبر، المرشدين، العاملين، الاهالي، الاطفال، وللامهات بقول كل عام وانتم بخير. شكر بلدية سخنين محطة أولادنا وأطفالنا بسلم أولوياتها. فكر المبنى مش كفاية، المفروض إحنا نتعاون كأهالي وكمرشدات مدراء مدارس مديرات مدارس. في معنا مديري ها أبو محمد، يوم المرأة شو ما كرمنا هيك، فنسيتنا مدارات المدارس المستشارات. الأهالي كثير بتعاون معنا، الأهالي عم بثبتوا كل مرة إنه هن أولادهم بسلم أولوياتهم. الأمهات أغلب الحضور هو أمهات، فكل عام انتم بخير. بتمنى انه نشوفكم معنا كل حفله وكل سنه. احنا عندنا اخرى احتفال للاطفال الصغار، صغار تحجيج 3 سنين بشهر 5، فان شاء الله بنشوفكم معنا فيها وبمخيم الصيفي. يعطيكم العافيه وشكرا نجوى. اقول احبك يا امي، اهن لو كانت تهويني حضنا ينبض بالعز يا تاج من فوق جبيني. كانت انفاسي ترتعش خوفا من مدرستي، ولكن باللمسة حبك في كل لقاء غمرتني بالحنان بالأمان بالحب والثقة ضويتيني. وأجمل كلمات الحب أهديها لكل من رافقني وشارك في تعليمي في البحرين، تلك النافذة الصغيرة مهما صغر حجمها لأنها تفتح آفاق واسعة في الحياة، النافذة التي من خلالها يدخل إليها النور والتفاؤل.
التي تضيء لنا الدموع بالعتمة. وبالمناسبة عيد الأم أهديها قبلاتي وحبي. أنا كثير مبسوطة لأن أمي رافقتني في البرنامج وشكرا لكم. مش قد ساهم في إطلاق وتطوير فاكتسبنا نحن الأمهات المهارات والمعلومات والخبرة اللازمة للتعامل مع أبنائنا. هذا البرنامج قد قربنا إلى عالم الطفولة فشعرنا نحن الأمهات بالتقرب لأبنائنا والابتسامة على وجوههم فهذا هو دليل النجاح. أخيرا أشكر المرشدة نجوى أبو ريا والمركزة جاكلين أبو ريا وأخص بالذكر الشكر العظيم لمدير المدرسة الغادير السيد حسن غنيم على عطائه المستمر وشكرا. أعطاني كثير شغلات منها التعامل مع الأولاد حسب الجيل وحسب الألعاب المناسبة لجيلهن وكيفية الإصغاء والاحتياجات لأولاد. المميزات بالبرنامج إنه المرشدة بتيجي للبيت بالتنسق مع الأم يعني بتغلثش ولا بأي إشي. بالبرنامج كل شهر في بسيخولوج الأميات إيش بتتوجه صعوبة مع الأولاد ممكن تسأل البسيخولوج إيش التعامل والتصرف المليح اللي مع الأولاد. ومن هيك بنبني علاقات اجتماعية مع الأهل بشكل عام وهذا يدل على طاقم عمل متكامل لنجاح البرنامج. البرنامج بيعملش مع ولد واحد بيعمل مع كل الأولاد اللي بالعيلة ومن خلال البرنامج ممكن إنه تعملوا أشياء يدوية عبارة عن ألعاب الأولاد كثير بتكون مبسوطة فيها. قليل قليل جاي والرئيس السحر الأولاد والميات بدي أسمع زبط بكل الميات والأولاد أحلى أولاد وأحلى عيد بالعالم. بعيش بيها كتير بالعين جاي أقدم وردي حلو من جنبي أحلى أنجيل وعالي طفل بعيش بيها كتير بالعين جاي أقدم وردي حلو من جنبي أحلى يلا اللي بحبك ويسمعني زبدي بدي أسمع زبدي الإبيات بدو مني ورد يرفع ايده بالعالي واللي بدو اجل عنده يزقف زقفي بالعالي الله الله على كلام يا اللي بدو مني ورد يرفع ايده بالعالي واللي بدو اجل عنده يزقف زقفي بالعالي أخذ وردي يعطي الوردي لأمه ويعطيها بوسي حلوة ويضمها يضمها للصدر أميات بوسولي الأولاد الولد أخذ وردي يعطي الوردي لأمه ويعطيها بوسي حلوة ويضمها يضمها للصدر يلا وردي زب الحلوة حلوي ويغني احلى الاناجيل وين الزف الحلو شو هذا يا عيني يا عيني اهلا وسهلا
سهلة يا ماما شربت الجان نورت صف الروضة وصف البستان أهلا وسهلا يا ماما شربت الجان نورت صف الروضة مبروك عيدك يا ماما مبروك عيدك يا ماما مبروك عيدك يا ماما مبروك عيدك لك أهلا وسهلا يا ماما شرفت الجان نورت صف الروضة بستان أهلا وسهلا يا ماما شرفت الجان نورت صف الروضة أمهات كل أن تمسك ابن بيده اليمين وترقص حوالى جسمه مرة عليهم خمسي لا 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 لا